السلام عليكم الأخوات والإخوان المشاهدين الكرام ومتتبعي القناة جامعة تيفيك، مرحبا بكم ومرحبا نتمنى أن يعجبكم هذا المحتوى الجديد اللي كان ضروري من مدة وأنا كنتردد واش نمشي فيه، لأن كاينين تبارك الله قنوات إخوان وأخوات اللي متمكنين من الأمور، ما جعلني أنني نكون غير من المتتبعين ما نكونش من المساهمين، ولكن دعيت هذه الضرورة لأن تفاقم بزاف سيرتو من هاد الزهرة السوء كما ينعتوا البعض. طبعا أنا كنهضر على النظام العسكري ما كنهضرش على الشعب الجزائري، وإن كان يعني تاوره ولا كيساهم طريقته الخاصة في على أي. في خبر اليوم هو مجموعة ديال الطائرات المغرب من اف 16 جمعت وريبات مجموعة ديال المخازن ديال الأسلحة التابعة للإرهابيين البوليزاريو ومدعمين من وزارة السوق الجزائر وبطبيعة الحال والحزب الله الإيراني. حزب الله الإيراني بطبيعة الحال الإيراني لأن إيران اللي كدعموا وإن كان هو يعني متواجد في لبنان. وكتزامل هذه العملية مع الذكرى 45 لمعركة أمغالا حين ردبهم ديال الاجتياح الصحراء فقد اكثر من 300 جندي جزائري وتعتقل فيها المجموعه ديال الجنرالات يعني اشياء اللي هما كانوا كيبادروا للسوء فيها وهما وكيتقلقوا حيت دافعنا على روسنا. عجيب هذا الشعب الجزائري والله الا عجيب. المهم هنا كانت اشاره واضحه اللي دخل الحزام الامني يتبندر، الميساج كان واضح لا الجزائريين لا الجمهورية الوهم لا الإيرانيين. الرسالة كنظن أنهم راه فهموها، تحرك تبندر سالات الهضرة.